العمر هو مجرد رقم، هذا ما أكدته سيدة بوسنيا بعامها 100، حيث احتفلت الجدة ندى رودان بعامها 100 بإقامة معارضها الفنية الخاص، وذلك بعد أن اكتشفت موهبتها الفنية عندما كان عمرها 87 عاماً. وعاصرت السيدة البوسنية الحرب العالمية الثانية وحرب البوسنة، وكانت تعمل كخياطة حتى تقاعدت أخيرا في عمر 85. وبعد تقاعدها اختارت ممارسة الرسم في وقت الفراغ، وبدت تشعر براحة كبيرة عند ممارسته، فقررت أن تقيم معرضا خاصا بأعمالها وتتحدى الأيام لتحقيق حلمها.